مولود الميزان أسبوع جيد جدا وواعد مع تواجد الكواكب بالبيت الثاني بيت المال والشهرة اللي بخليك تتمتع بالإشراك وبخليك تأخذ قرارات مناسبة وتبدأ بتنفيذها بسرعة مطلقة حتى تحصد النتائج بالأيام المقبلة. من الضروري عزيزي الميزان أنك تستفيد من هالتأثيرات حتى تكثف جهودك، لكن رح يكون بانتظارك السبت والأحد معكسة صغيرة من القمر من برج الحمل وبتكون الأجواء ضاغطة مزعجة فيها مسؤوليات ثقيلة ومتقلبة فيها ممكن شربك بحساباتك من أصعب أيام الأسبوع أيام تقيلة بتخالف آرائك وتطلعاتك، لكن رح تتبدل الظروف وتختفي العواصف مع خسوف القمر من برج الثور الصديق اثنين والثلاثة يلي بيكون عندنا هون كمان مربع فلكي مع الشمس من العقرب وبيحمل لك معه حظ كبير مكافآت بتستعيد السيطرة على الأمور وبترد الأمور لمجراها الطبيعي ولتقريب وجهات النظر مع الآخرين. كمان رح تقدر تترك أثر مهم بالأذهان نظرا لقدراتك الممتازة على التواصل. هالأمر بيسمح لك باقتحام مجالات جديدة أعمال جديدة سفر مشاريع مهنية وكمان تقدر تحقق أمورك. تتابع الحظوظ مع انتقال القمر للجوزاء الأربعاء والخميس يومين حلوين بتتوضح قدامك الرؤية وبترتاح معنويا. فترة مهمة من أفضل أيام الأسبوع بترجع لك بمردود جيد معنوي ومادي وثقة عالية بالنفس بتسمح لك بمواجهة التحديات بهدوء وأعصاب باردة. لكن رح تتبدل المواقع الفلكية مع انتقال القمر لبرج السرطان اللي بيشكل مثلث فلكي مع الشمس من برج العقرب. ما يعني مناخ ضاغط وثقيل بخليك تسبح بمياه التردد وعدم الثقة بالنفس وهون كمان بتشعر انك عم بتراوح مكانك. بدك تنتبه من نهار الجمعة. اما عاطفيا بحياتك الزوجية بدك ما تجازف بشي وتكون حذر جدا خاصة من متطلبات العيلة والشريك اللي رح تكون كتير وضغطة تحت تأثير كوكب الزهرة من برج الجدي اللي بيزعجك ملاحظات ظروف احتكاكات تذمر. حاول انك تلاقي الحلول بهدوء وببرودة أعصاب. أما العازب أسبوع حذر جدا بخليك متطلب سائر بسبب موجات الغيرة والهواجس يلي ممكن تسيطر عليك. منشان هيك بنصحك عزيزي الميزان ما تلقي اللوم على الحبيب بصورة عشوائية وكون مرن أكثر ودبلوماسي.